متتبعي قناه فيزا شينغن، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم اللي غادي نتكلم فيه حول واحد الموضوع اللي مهم وكيهمكم بزاف، وهو واش القنصليات دابا حاليا كيعطيو التاشيره نحو الخارج. القنصليات اللي مفتوحين دابا حاليا اللي مفتوحين وكيعطيو المواعيد وكيتقدموا الناس بالطلب ديال التاشيره، فكاينه البرتغال، كاينه ايسلندا، كاينه هنغاريا، كاين اليونان، كاين المانيا، كاين بلجيكا، كاين هولندا، كاين ايطاليا، وكاين فرنسا، وكاين اسبانيا. واش هاد القنصليات كاملين كيعطيو التاشيره ولا ما كيعطيوش؟ غادي نتكلم، نبدا بالقنصليه البرتغاليه. القنصليه البرتغاليه يلاه تقريبا واحد جوج ديال الاسابيع باش بدات كتعطي، باش فتحات اصلا المواعيد ديال الزياره العائليه والسياحه، وفتحات غير في الرباط، ومواعيد كانوا قلالين والدار البيضاء ما كانوش فاتحين فيها. حاليا مازال ما كاينينش داك الصدى ديال واش القنصليه البرتغاليه كتعطي ولا ما كتعطيش. حاليا الناس اللي دافعين مازال ما ردوش عليهم، يعني مازال ما كايناش دوك المعالم ودوك الملامح ديال واش القنصليه البرتغاليه كترفض ولا كتعطي الفيزا. والقنصليه هنايا باش نقدروا نحكموا عليها بلا واش كتعطي الفيزا ولا ما كتعطيش، خاص تفتح والناس يتقدموا بالطلبات ديالهم واحد المده ديال شهر شهرين. دابا حنا في افريل، يعني تقريبا حتى الماي حتى لشهر 6 عاد غادي نعرفوا واش القنصليه البرتغاليه واش فريمو كتعطي الفيزا ولا كترفض، لان في الايام المقبله غادي يتفتحوا مثلا المواعيد ديال فيزا عمل، لان البرتغال دارت واحد الشراكه تقريبا شهرين وثلاث شهور مع المغرب انها غادي تسهل الاقامه للمغاربه المهاجرين بالبرتغال، وغادي تعطي واحد الفرص ديال العمل المهاجرين المغاربه. بالنسبه للقنصليه الاسبانيه، القنصليه الاسبانيه كلشي كان كيعرف بلا في الاول كانت هي اللي كانت فاتحه، كلشي كان كيتقدم ليها، كانت كتعطي الفيزات. مؤخرا فتحوا قنصليات منافسه ديالها في الاتحاد الاوروبي، والدول ديال الاتحاد الاوروبي كاينه عندهم واحد الاتفاقيات خاص كلشي يستافد من التاشيرات ديالهم، ويدخلوا واحد العمله صعبه من الجانب ديال السياحه وانعاش الاقتصاد ديالهم عن طريق السياحه. القنصليه الاسبانيه مؤخرا ولات كترفض وتقريبا بعض الاحيان بدون سبب، كتعطي الرفض 10 كبقى غير كتشير 10 10 10 10 13، يعني الناس عندهم ملفات مقادين مزيانين وكترفض ليهم. هذا راجع لسبب واحد، وهو ان اسبانيا ضروري خاصها ترفض لواحد العدد ديال الناس باش هما يهزوا الملفات ديالهم ويمشيو يلتجؤوا للقنصليات الاخرين، باش حتى هذوك القنصليات حتى هما يدفعوا لهم الناس وحتى هما يدخلوا العدد ديال السياح ويدخلوا العمله الصعبه، لانهما في جميع الحالات ان الملف ملي كتقدمو للقنصليه كتخلص عليه، خديتي ولا ما خديتيش، المهم هما راه كيشدوا الفلوس. اسبانيا مؤخرا ولات كتنقص، ولكن كاينه واحد الزياره ديال رئيس الحكومه الاسباني بيدرو سانشيز، الزياره اللي غادي يقوم بها يوم الخميس بعد ما قدم له الملك محمد السادس دعوه بالزياره. هاد الزياره هادي غادي يكونوا فيها اتفاقيات في الهجره، في السياسه، كلشي كتعرفوا شنو المشكل اللي كاين بين المغرب وبين اسبانيا، وغادي يكونوا فيها حتى هما اتفاقيات اللي غادي تكون في هذا الجانب ديال تشجيع السياحه وتسهيل التاشيرات بالنسبه للمغاربه المقبلين على السياحه في اسبانيا. هذه نقطه ايجابيه. بالنسبه للقنصليه الفرنسيه، كل شيء كان كيعرف باللي فرنسا والمشكل ديال المغرب، ما قالت ليها رجعوا المهاجرين، المغرب ما بغاتش، عاقبوا الحكومه الفرنسيه، عاقبات المغرب والجزائر وتونس ب 50%. ولكن مؤخرا القنصليه الفرنسيه ولات كتعطي تاشيرات بواحد العدد، ماشي 50%، ولات كتعطي، يعني في القنصليه الفرنسيه ولاو الناس كياخذوا الفيزا مؤخرا، الناس خداو الفيزات في فرنسا، يعني العلاقات كذلك كتحسن بين القنصليه بين فرنسا وبين المغرب.
القنصليه الاسبانيه الايام المقبله غادي تحسن، غادي تولي تعطي الفيزا، غتولي يكونوا تسهيلات. القنصليه الفرنسيه بحال ولات كدير عين شافت عين ما شافت، على لان هما كانوا شادين غير الزكاير اكسبري بالعاني، ماشي زعما الملفات ناقصين، هما دايرينها بالعاني، خاصهم يبداو يرفضوا. المانيا داكشي قليل، هولندا المواعيد هي اصلا فيها قليله، ايطاليا كانت كترفض واحد العدد رفضت ليه واحد العدد عطاتو. يعني اللي بغيت نوصل لكم من هذا الفيديو هذا، القنصليات كاملين كيعطيو الفيزا وكاملين كتكون واحد النسبة ديال الرفض. ايطاليا البرتغال هولندا ايسلندا مازال ما باينش، يعني من هنا حتى لشهر 6 ولا الاخر ديال شهر 5 عاد غيبان واش هما كيرفضوا بواحد العدد كبير ولا كيعطيو الفيزا بواحد العدد قليل. هولندا المواعيد ما كيكونوش، انتم عارفين الموقع ديال الرباط وطنجة، مرة كيتفتح هذا هذا كيسد كيبان مواعيد، كيعطيو هما الأغلبية الناس اللي كتكون عندهم الضمانية، لأن الضمانية ديال هولندا شوية عندها، يعني عندها واحد البوان ديالها، لأن الضمانة ديال هولندا السيد اللي غيصيفط لك الضمانة من هولندا راه كيخلص عليك مصاريف تمايا، يعني ضروري كيتيقو كيعطيوك الفيزا. القنصليات كاملين حاليا اللي فاتحين فعندهم هذاك الحظوظ متساويه، ما كاينش شي وحده زعما اللي كتعطي كتار وهذه كتنقص بحكم العدد اللي كيتقدم ليهم. راه اسبانيا الا كانت كترفض لواحد العدد راه فهي كتعطي، علاش؟ لان العدد اللي كيتقدم للقنصليه الاسبانيه واحد العدد كبير جدا. علاش؟ لان تقريبا القنصليه الاسبانيه تقريبا هي من اسهل القنصليات، من اسهل القنصليات اللي كتعطي تقريبا التاشيره، وما كتذكرش وما كتشد ما كتحكرش على الملفات. تقدر تعطي مثلا للناس غير بصالير، يعني صالير طايح تقريبا بواحد 3000 درهم، 3100 درهم، 3200 درهم، تقدر تعطيك مثلا فيزا القنصليه الاسبانيه، ولكن تكون عندك شويه الاقدميه ولا تكون عندك الضيافه. ملي كتكون عندك الضيافه كتنقص عليك الاعباء والمصاريف ديال، كتنقص عليك يعني الصالير اللي كان عندك طايح شوية. هذا هو الفرق اللي كيكون بين القنصليات. المهم يعني الإنسان باش يأمن بالحدود ديالو فما عليه إلا أنه يقاد الملف ديالو، مقاد الوراق اللي مكتوبين بالعربية، غادي نعاود نأكدها، أي وثيقة عندك بالعربية، ملكية شي ملكية، شي كارت غريز، طوموبيل، أرض فلاحية، شي حاجة، أي عقد زواج، أي حاجة بالعربية ديروا ليها الترجمة. جميع الوثائق اللي كتكون بالعربيه كندير لها الترجمه، كنقادو الفورميلار ديالنا كنعمروها مزيان، الخط واضح مقاد المعلومات ديالنا، لان الاستماره الا ما كانتش عامره مزيان راه تكون سبب رئيسي في الرفض ديال الفيزا، ولما الاستماره كذلك الا ما كانتش مسينيه راه الرفض كذلك في الفيزا. الاستماره الا كانت مشرطه ولا ضارب على شي كلمه ولا شي حاجه تعتبر لاغيه، راه غادي القنصليه كتقول هذه فيها شي مشكل، ما غاديش يقراوها مزيان، غادي يضربوا لك عليها ويرفضوا لك. الباسبور كذلك تكون في واحد المدة ديال 6 شهور على الأقل. المهم كان هذا واحد الفيديو توضيحي، نعطيكم واحد النظرة شاملة على القنصليات حاليا اللي فاتحين، فهما بحال بحال. الفرق اللي كاين هو أن إسبانيا كيدفعوا ليها بزاف ديال الناس كياخذوا الفيزات، وفي الأيام المقبلة غيبداو ياخذوا الناس الفيزات. القنصلية الفرنسية تحسنات، ما بقاش كما داك الأيام الماضية اللي كانت كترفض ولا دابا كتعطي الفيزا. القنصلية الإيطالية كتعطي وكترفض، يعني الناس اللي متقدمين أصلا قلال مازال خايفين، هما أصلا نهار غادي القنصلية غادي تعطي مزيان، انتما كتعرفوا راه كلشي اللي شد شي فيزا راه كيبارطاجيها في الفيسبوك، ومن الفيسبوك غتقدر دير واحد استطلاع للرأي وغادي تعرف واش الناس كياخدوا الفيزا بزاف ولا كاين الرفض. الحمد لله كلشي كيبارطاجي الفيزات ديالو. الكلمه الاخيره اللي غادي نقول لكم هو انكم يمكن لكم تشاهدوا القناه ديالي الثانيه للاسم ديالها قناه المهاجر، اللي كنحط فيها دي فيديو اللي كيتعلقوا بالحياه اليوميه ديالي في اسبانيا كمهاجر هنا باسبانيا. هاد القناه بغيت نخليها خصيصا للتاشيرات والسفر والسياحه والفيزات، والقناة الأخرى كنبارطاجي فيها أي حاجة كتهم المهاجر هنا في إسبانيا، وخصوصا المهاجر الغير قانوني اللي ما عندوش أوراق الإقامة. كنتمنى أنكم تزوروا ديك القناة وتشتركوا فيها وتتابعوها وتشجعوها، لأن تمايا غادي نبارطاجي معكم
معظم المسائل اليومية اللي كندير في إسبانيا، تمايا الدراسة، أي حاجة كتتعلق بالمهاجر، اللي يمكن أي مهاجر كاين في إسبانيا ما عندوش أوراق الإقامة يمكن له يتبعها ويستافد منها. غادي نقدم لكم فيها معلومات مهمة جدا عن تجربة شخصية وليس تجربة ديال شي واحد. أي تجربة عشتها أنا في إسبانيا كان فيها واحد الإفادة كتهمك أنت إذا كنت مقبل أنك تعيش في السنوات المقبلة في إسبانيا، ولا كتخطط ولا كتفكر يمكن لك تستفد منها. المهم باش ما نطولش عليكم الفيديو، أعانكم الله وإلى اللقاء.